علي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري، وفي المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز الرابع مياس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الخامس شاهين لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس لمح البصر مر وعبر كل خطر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وفي المركز السابع شكلان لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن مروشد. المركز الثامن عسيمان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة، وفي المركز التاسع صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن سالم المسافري، وفي المركز نشوف المركز التاسع على شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز العاشر مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. هذه النتيجة وهذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وياكم إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا أبو بطي على هذا الأداء المتميز الذي قدمه شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر طارش بن مبارك بالقوبة، مضمر الشرق الأوسط متواجد مع شاهين مع مقدمة هذا الشوط. ومثل ما قال الشاعر شفت شنبه طاير على فوق كأنه بعيد ماضيه. يا سلام يا أبو بطي، أنا من الصبح شفت الشنب طاير، قلت شيء اليوم تحت راس أبو بطي. نشوف على العموم ها هو شاهين لا زال على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، هملول في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر الشاب محمد بن سعيد بن بروك الحميري. ننتقل من الجانب الثاني مع شعار هجن العاصمة، ها هو شاهين وصل وانتقل إلى المركز الثالث لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز لسن الثنايا. نشوف وناخذ اللي في المركز الرابع، شكلان يشكل من مركز إلى مركز في هذه اللحظات. ها هو شكلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة متعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد. يا سلام المركز الخامس على شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز السادس لمح البصر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. عزيمان وصل وانتقل إلى المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة كابتن المضمرين خليفة بن سالم بالصقعة. نشوف المركز الثامن مياس وصل وانتقل إلى المركز الثامن في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة غايد العمليات في الفرقة 11 التراثية المتواجدة في منطقة مرقم علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن أرى شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد. المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز العاشر صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم كابتن الطيارة متواجد مع صوغان عبد الله بن سالم المسافري. هذه النتيجة ونرجع إلى المقدمة. يا سلام يا شاهين. شاهين يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. يبل هاتريك في هذا الصباح، هناك هيلمان الذي انتزعت شوط المحليات.
وقمرة أيضا انتزعت شوط المهجنات، وشاهين أيضا في طريقه، يبقى يضيف النقطة الثالثة والهاتريك لهذا الشعار لهجن العاصفة. هو بغريب على هجن العاصفة وعلى هذا الشعار، الهاتريك والسوبر واللي موجود كله موجود، يا السلام كله تحمله. نعم، ها هو شاهين على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شكلان هنا في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن مروشد. وفي المركز الثالث لمح البصر وصل، يبقى يمر ويعبر، يا سلام لمح البصر مر وعبر كل خطر، يا سلام يا سلام يا لمح البصر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة أحد بطاحلة التضمير مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. وفي المركز الخامس كابتن المضمرين قادم مع عسيمان إلى المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة خليفة بن سالم بالصقعة. يا سلام يا سلام، العمالقة متواجدين هنا على مقدمة هذا الشوط. 1200 تجاوزناهن بقيادة شاهين، بقيادة شاهين وشعار هجن العاصفة على المقدمة. يا سلام، الركض تلغاي حتى هذه اللحظات، الواثق ما صدر أي أوامر ولا شبه أوامر، الجهاز مبند والآلي على العموم هم بونه محنط ولا زال محنط، بس عندما تحرك الرموت يتحرك. لكن ها هو شاهين على مقدمة هذا الشوط ومنطلق بدون أي أوامر، ركض تلغاي وعرض الغاي للغاية حتى هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا هيلما، يا سلام يا شاهين، يا أنا عقلي عند هيلمان صاحبة الكاس في سن الإذاع. يا سلام، عندما نشوف لنا شيء جميل، صاحب إنجازات، صاحب رموز، اتم ذاكرتنا وعقولنا عنده. ها هو شاهين تشاهدونه على شاشة التلفزيون ينفرد بمقدمة هذا الشوط. يا سلام، يرقص يرقص على أرضية هذا الميدان. ها هو شاهين بدأ الآن بالهبوط تدريجيا على مدرج رقم واحد ومركز رقم واحد. يا سلام، عبر ميدان المرموم وأجواء ميدان المرموم، هاتريك لشاهين وهاتريك لهجن العاصفة ولشعار هجن العاصفة. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا أيضا مصحوبة إلى المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نعم بالواثق وتضميره، يوفن السبق ولا يخلفن يا أبو راشد. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني لمح البصر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. وفي المركز الثالث عسيمان، في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، المركز الرابع مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم، وفي المركز الخامس هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية. من مخرجنا المبدع أبو عدنان دائما يراقب أداء والإخراج بصورة جيدة عبر قناة دبي ريسنج. ها هو شاهين ساعة وصوله إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 6 كيلومتر في زمن وغدر 9 دقائق 57 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثاني. نشوف توقيت لمح البصر ساعة وصوله إلى المركز الثاني 9 دقائق 58 ثانية بالوفاة. تمام، تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، تهانينا أيضا للمضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري والذي وصل في المركز الثاني. عسيمان وصل في المركز الثاني، قاطع مسافة المركز الثالث، قاطع مسافة 6 كيلومتر في زمن وقدر 10 دقائق ثانية وحدة 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، تهانينا أيضا للمضمر خليفة بن سالم بالصقعة، تهانينا للجميع والناموس.